جماعة طبعا هذا البيتزا مكسيكي، مكسيكي حار تمام، بس انا اليوم لانه ماكل ما قدرت اكل طبعا، هذا فقط بتشيتشي يصير اوكي، هذا الدايت مالتنا مال اليوم. انا ما ادري والله شنو كان العصير مالتي، هذا العصير اليوم طبعا عصير غريب جدا، ما اعرف شنو هو الخطه مالتهم، وايضا وياها البوضه انا ما اعرف شلون خلوها هنا، أنا لازم نخليها هنا بالنص حتى انت متجربه. انا اليوم مشكله اكلته هوايه حتى انت متجربه اوكي، هذه بيها الفانيلا والكاكاو ويمكن هذا الستروبري، يمكن هاي الفراوله اي ثينك، بس من صدق عجبتك؟ طيبه؟